Hello guys, and how are you today? Welcome to our new video, and today's lesson is a very different one because we're gonna play a game. It's a game of a speech. تعالوا نشوف الجيم دلوقتي. لكن قبل ما نشوف الجيم ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. طبعا كلكم دلوقتي عايزين تعرفوا انا ليه جايب المكعبات قدامي بالشكل ده. طيب ايه هي الرولز بتاعت اللعبه دي او قواعد اللعبه؟ اللعبه دلوقتي بتقول لي علشان اكون جمله باللغه الانجليزيه واتكلم انجليزي بطلاقه هتيجي من خلال المكعبات دي. ازاي؟ طيب تعال نشوف كده. انا لو حبيت ابني هرم هنا او ابني بيت المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا هجيب مكعب جنب مكعب علشان خاطر ان انا اكون اساسيات عندي او اساسات عندي، وبعد ما ابني الاساسيات اللي عندي هبدا ان انا احط فوقها مكعبات تانية علشان خاطر ان الهرم او البيت بتاعي يعلى بالشكل ده. كذلك اللغه الانجليزيه، كل الدروس اللي احنا خدناها سواء في قواعد اللغه الانجليزيه او الدروس المبتدئين دي كلها اساسيات عندنا. بدون الأساسيات البيت بتاعي هيتهد. عشان أبقى قوي في اللغة الإنجليزية لازم الأساس عندي يبقى قوي. طيب إيه الأساس اللي عندي؟ الأساس اللي عندي اللي هي البيسكس الأساسية بتاعت أي لغة من حروف وكلمات حتى جمل بسيطة، المفروض دي هي الأساسيات اللي عندي علشان يقدر عن طريقها يقوم البيت اللي أنا هقدر أبنيه باللغة الإنجليزية. طيب المفروض إن أنا أعمل إيه؟ والمفروض إحنا هنعمل إيه النهاردة؟ اللي انت هتعمله ان حضرتك عليك 70% براكتس في البيت، لان في قاعده او رول بتقول براكتس ميكس بيرفكت، معناها ان التدريب بيجعلك تتقن او التدريب بيؤدي الى الاتقان. فانت كل ما تتدرب كتير كل ما هتتقن كتير. الدرس بتاعنا النهارده اللي هي بارتس اوف سبيتش او اجزاء الكلام. احنا تعبنا بقى من الازمنه وتعبنا من الدروس اللي احنا عمالين ناخدها، ولحد دلوقتي احنا مش قادرين نكون جمله باللغه الانجليزيه. درس النهارده بقى اللي هيخليك ان انت تكون جمله بالانجليزيه. بس يا شباب بالله عليكم ان انتوا لازم تتدربوا كتير، ولو اتدربت على الحلقه بتاعت النهارده دي كتير بجد هتفرق في حياتك في اللغه الانجليزيه. دلوقتي انا عايزك تحفظ كلمات، مش بس كلمات بس، لا انا عايزك تحط الكلمات دي في جمل وتحفظ الجمل، وعايز كمان ان انت تكون جمل عن حياتك اليوميه، وده أول فيديو اتكلمناه خالص في مقدمة السلسلة. أنا عايز على الأقل في التعليقات الناس تكتب لي 10 جمل بيعملوها كل يوم، من مروحك للمدرسة للعمل، أي حاجة يومية أنت بتعملها طبق عليها الدرس اللي أنت هتاخده النهاردة، وعايز أشوف جمل كويسة جدا جدا جدا. تعالوا ناخد درس النهاردة اللي هو Parts of Speech أو أجزاء الكلام. لكن قبل ما نبدأ في أجزاء الكلام خلوني أشيل المكعبات دي. Parts of Speech، أجزاء الكلام. ورقة وقلم كده واكتب معايا لأن الدرس ده مهم جدا. أول كلمة مهمة في أجزاء الجملة أو الكلام عندي اللي هو الناون. طبعا احنا مش هنذكر أنواع الناونز أو الأسماء دلوقتي، لكن أنا عايز نعرف يعني إيه كلمة ناون. ناون معناها اسم، والاسم ده يا إما يكون عندي اسم شخص أو اسم جماد أو حتى اسم مكان، يبقى ده رقم واحد اللي هي الناونز. يلي في الترتيب اللي هو الفيرب الفعل، وبرضه مش هناخد انواع الافعال دلوقتي لان انواع الافعال الحاجات دي كلها هناخدها بالتفصيل في قواعد اللغه الانجليزيه، مش عايز اوجع دماغكم بيها. الفعل عندي هنقسمه هنا نوعين، فعل اساسي وفعل مساعد، واتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي في الفيديوهات السابقه. الفعل المساعد انا عندي ثلاث افعال مساعده، verb to be، verb to do، verb to have. وعندي الأفعال الأساسية في الجملة زي write, draw وهكذا. بعد كده رقم ثلاثة عندي الأدفيرب اللي هو الظرف عندي. الظرف اللي هو الحال في اللغة الإنجليزية، معناه إن الظرف بيصف حال الفعل. يعني مثلا بيقول أحمد walks slowly، فslowly دي وصفت إن المشي بتاع أحمد إن هو بطيء، وصفت حاله. رقم أربعة اللي هي الأدجكتيف اللي هي الصفات بقى. الصفة من اسمها ان هي بتصف الاسم او تصف الموصوف، وليها مواضع في الجملة، يا اما بتيجي في اخر الجملة يا اما بتيجي قبل الاسم.
بعد كده انا عندي البريبوزيشنز حروف الجر، زي حروف الجر كلمة under, next to, in, on وغيره. وعندي اخر حاجة اللي هي الconjunctions، الروابط زي and, but, or وغيره برضو كتير. يبقى دلوقتي هي دي اجزاء الكلام اللي هي المكعبات اللي هنحطها جنب بعض علشان نقدر نكون جملة من الكلمات اللي احنا حافظينها، بحيث ان هي تديني فكرة ومعنى مفيد. تعالوا نكون بقى من اجزاء الكلام اللي احنا لسه واخدينه من شوية ده جمل مفيدة ذو معنى مفيد. اول حاجة تعالوا ناخد الاسهل فالاصعب. اول حاجة عندي noun ثم verb، اسم ثم فاعل. الاسم عندي قلنا يا اسم شخص او ممكن يبقى ضمير عندي يحل محل، والفعل احمد eats. طبعا ليه احنا حطينا اس هنا للفعل؟ لان الفعل هنا في المضارع البسيط. تقدر ترجع للمضارع البسيط والفيديو عندكم اللينك بتاعه هتلاقوه في الديسكريبشن تحت. مثال كمان I drink، انا اشرب. ممكن نحول الجمل دي للماضي. انا قلت احمد eats، طيب الماضي بتاع eats ايه؟ ate، يبقى احمد ate. I drank. ممكن عندي تبقى الجملة رقم اتنين، خلي بالكو، تبقى noun helping verb فعل مساعد ثم المين verb فعل أساسي. الأفعال المساعدة قلنا تلاتة، verb to be، am with are، was were في الماضي، و am with are في المضارع. ال verb to do، do و does، والماضي did. ال verb to have، have و has، والماضي had. تعالوا ناخد مثال I am eating، أنا بأكل. الآم هنا فعل مساعد، الإيت هنا فعل أساسي واتحط له أي إن جي، لأن بعد الآم والإز والآر بيجي أي إن جي، وهو ده درس الـ present continuous أو المضارع المستمر. مثال كمان I have eaten، I have drunk، ده كله مضارع تام، درس المضارع التام. يبقى إحنا بنوظف الدروس اللي إحنا خدناها الأساسيات في تكوين الجمل. النوع اللي بعد كده noun verb، هنضيف بس بعد الverb object اللي هي مفعول، تبقى فاعل او اسم، هنا بيبقى موقعه في الجملة ادام جه في الاول بيبقى فاعل، ثم الفعل ثم المفعول. تعالوا ندي مثال I drink milk، انا اشرب لبن. I drink milk، اتدرب عليها بسرعة I drink milk. تمام، وخلي بالكم milk ال بنقول عليها دارك له، وهنعرفها ان شاء الله في جزء الصوتيات. I drink milk. طب ممكن تحطها في الماضي، drink ماضيها، ايوه drink، يبقى I drank milk. تعال ناخد جملة كمان I do my homework، I do my homework، يعني انا اعمل الواجب بتاعي. ممكن تنفيها بقى المرة دي، هتنفيها ازاي؟ هتقول I don't homework. لا ما ينفعش. ليه؟ لأن الدو هنا فعل أساسي، أمال أعمل إيه؟ لازم أجيب الفعل المساعد علشان أنفيها، يبقى I don't do my homework. مثال كمان عايز أوضح فيه حاجة مهمة عشان تاخدوا بالكم منها لما تيجوا تذكروا الجمل. المثال ده بيقول I eat a hamburger، a hamburger. إيه الآ دي؟ الآ دي قلنا أداة نكرة اللي زيها او اختها اللي هي ان، وعرفنا الفرق ما بين ان وان. نرجع نقول الفرق تاني، ان مع الحروف المتحركه، يعني الاسم اللي بيبدا بحرف متحرك ياخد ان، زي ابل يبقى ان ابل، ان ابل. بوك انا عندي البي هنا كونسونانت او ساكن فياخد ا، فهنا الاتش بتاعت هامبرجر، فهنا دي consonant أو ساكنة فقلت a hamburger. I eat a hamburger. طب لو جمعت احذف أدوات النكرة يبقى I eat hamburgers. النوع اللي بعد كده احنا مش لسه قايلين اسم ثم فعل ثم مفعول؟ طيب تعالوا كده نزود، بس نحط قبل المفعول adjective صفة، تبقى التكوين بتاعها اسم ثم فعل ثم صفة ثم المفعول بتاعي، والصفة هنا هتيجي تصف المفعول. المثال I eat a delicious hamburger،
I eat a delicious hamburger. يعني أنا باكل همبرجر طعمه لذيذ. They played a nice game. Nice game. فهنا nice وصفت game. The adjective. جملة كمان. I saw an amazing fell. I saw an amazing fell. يعني أنا شفت فيلم مذهل أو فيلم مدهش. An amazing. An هنا get علشان خاطر amazing بتبدأ بالA والA هنا vowel فعلشان كده لازم تاخد an. I saw an amazing fell. طيب لو أنا عايز أركب جملة لوصف الأشياء أعمل إيه؟ سواء بقى وصف أشياء أشخاص كل اللي عليا هركب الجملة بالشكل التالي: noun, verb to be اللي هو am with are، بعد كده ال adjective اللي هي الصفة. أماني is cute. أماني جميلة. The flowers are red. لونها أحمر. يبقى red هنا وصفت كلمة flowers. يا مستر هي الألوان صفات؟ أيوة الألوان صفات. طيب ممكن أحط الحاجات دي في الباست في الماضي؟ يبقى بقول the flowers are red، يبقى الماضي بتاعها the flowers were red وهكذا. يبقى الماضي بتاع الverb to be اللي هو am و is و are في المضارع ماضيها was و were. في كلمات تانية أو أفعال ممكن أستخدمها مكان الverb to be لما أجي أصف أشياء. على سبيل المثال كلمة get أو الفعل get، become، seem اللي هي يبدو، sound يبدو برضو، look. تعالوا ندي مثال كده بقول the pizza. خلي بالكو ما قلتش pizza، pizza 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 looks delicious. يعني البيتزا تبدو جميلة أو شكلها جميل. This film sounds good. يعني الفيلم ده يبدو جيدا. لو أنا عايز أركب جملة علشان أقول المكان أو الموقع بتاع شخص أو موقع شيء، التركيب بيكون كالتالي: بجيب الناون الأول، بعد كده الverb to be، بعد الverb to be preposition، وبعدي في الآخر اللي هي اللوكيشن الموقع أو المكان. مثال: The cat is under the bed. الكات هنا الناون، is الverb to be، under the preposition، وبعد كده اللي هو the bed اللي هو اللوكيشن يعني القطة تحت السرير. Ali is on the train. علي موجود في القطر دلوقتي. محمد is next to أحمد. محمد is next to أحمد يعني بجوار أحمد. لو أنا عايز أركب جملة علشان أصف حال واحد دلوقتي هو بيعمل إيه، يبقى هستخدم الناون، بعد كده الverb to be، بعديها الفعل في ing. ده وإن ده اللي هيقولك إن ده present continuous مضارع مستمر. على سبيل المثال he is reading، هو يقرأ. she is eating، هي تأكل. they are playing، هم يلعبون. لو أنا عايز أركب جملة تعبر عن المشاعر، يعني معنى كده أن أنا هستخدم أفعال المشاعر زي love، like، hate اللي هي يكره. I hate sushi، أنا أكره السوشي. إيمان likes flowers، إيمان بتحب الفلاورز. استنتج لي القاعدة بقى: إيمان likes flowers. يبقى إيمان اللي هي الناون، likes اللي هي الفيلينج فيرب فعل الشعور أو الإحساس عندي، flowers الناون تانية اللي هي في محل object. They hate films، هما يكرهوا الأفلام. يبقى noun ثم فعل ثم noun كمان اللي احنا بنقول عليه object. ممكن الأفعال دي يجي بعديها to والمصدر. على سبيل المثال I love to play football. I الناون أو الفعل عندي، love فعل الشعور، خد حرف الجر to love to، جه بعدها مصدر اللي هي play، وبعد كده المفعول اللي هي football. ممكن هذه الأفعال يأتي بعدها ing. تعالوا نعرف مثال على ذلك: I hate eating sushi. I hate eating اللي هي بعد hate جه فعل ing
سوشي، يعني أنا أكره أكل السوشي. لو أنا عايز أكون جملة بتدل على اقتراح، أبسط أمثلة الاقتراح إن أنا أستخدم معاها let's ثم المصدر. let's معناها دعنا أو هيا بنا، ثم مصدر let's play chess، هيا نلعب التشيس اللي هو الشطرنج. let's go to the cinema، تعال يلا نروح السينما. فمع الاقتراحات أستخدم معاها let's. يوجد أو هناك، عايز أكون جملة فيها يوجد أو هناك، خدناها قبل كده اللي هي كلمة there. there is للمفرد، there are للجمع. there is a car، there are cars. يبقى مع المفرد أنا قلت a car، مع الجمع حذفت ال a وسبت أو حطيت في الآخر للcar، حطيت لها s cars. there is a tree، there are trees. بعد كده احنا خدنا this و that للمفرد، this للمفرد القريب و that للمفرد البعيد. this is my book، that is a cloud. جمع this these وجمع that those، وبطبيعة الحال يبقى these للجمع القريب، those للجمع البعيد. these are books، those are clouds. هيجي بعد كده تكوين السؤال، وتكوين السؤال احنا شرحناه في فيديو قبل كده علشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده، وهتلاقي اللينك بتاعه برضو موجود عندكم في الديسكريبشن ده. لكن انا عايز اقول لكم معلومة جدا عن تكوين الاسئلة. في قاعدة بتقول لي if you master WH question you master English، لو انت قدرت ان انت تتقن ال WH question هتقدر تتقن اللغة الانجليزية. اعتقد الفيديو ده مفيد للجميع دلوقتي وانكم استفدتوا منه. ما تنسوش ان انتوا تتدربوا كتير قوي على التمرين ده، وان انتوا تتدربوا على الفيديو ده كتير قوي 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 قوي، لان ده هيخليك ويساعدك how to think in English، ازاي تفكر باللغة الانجليزية. طالما انت بتفكر باللغة الانجليزية بدماغك، طالما ان انت هتتكلم بسرعة، سجل الافعال اللي انت بتعملها كل يوم حياتك اليومية، اكتبها لي في كومنت تحت ووريني كده انتوا هتعملوا ايه، ووريني شطارتكم. وتاني حاجة، انا عايزكم تتدربوا على الحاجات دي دايما باستمرار في البيت. عايزك تقف قدام المراية تصور فيديو، عايزك ان انت تتكلم انجليزي، عايزك تخرج من الكورس ده ان انت متعلم انجليزي وان انت تتكلم انجليزي. وفي نهاية الفيديو اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.